وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الصحفي السوري زياد المنجد. مرحبا بك أستاذ زياد. أهلا وسهلا بك وبكل المتابعين والمشاهدين. أستاذ زياد، بداية، أصدر تجمع من أجل سوريا حرة مستقلة بيانا داعما لانتفاضة تشرين في العراق كما تعلمون، ما أهم ما جاء فيه لو سمحت؟ يعني نحن باسم تجمع سوريا الوطن الذي يضم شريحة واسعة من السوريين الوطنيين، يعني نراقب باستمرار ما يجري في العراق وانتفاضة شعب العراق. وأهم ما جاء في هذا البيان أن التجمع سوريا الوطن يقف إلى جانب أشقاء العراقيين أجل استعادة الوطن العراقي المسلوب من قبل هذه الطغمة الفاسدة التي جيرت إمكانيات العراق وخيرات العراق إلى النظام الإيراني وجعلت بلد العراق منزوع السيادة. وهذا التجمع الذي يضم فئة واسعة من اتجاهات مختلفة سياسيا ولكنها أرادت أن يجمعها الوطن السوري تقف بقوة إلى جانب أشقائها العراقيين من أجل استعادة كرامتهم وتدين الصمت الدولي الذي يخيم على القوى السياسية التي لم تفعل شيئا إلى الآن تجاه ما ترتكبه سلطة المنطقة الخضراء تجاه المنتفضين السلميين. هنالك أكثر من 5500 قتيل وآلاف الجرحى وكل ذلك لم يحرك ساكنا لدى هذه الجهات الدولية التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان. ويرى تجمع سوريا الوطن أن استعادة العراقيين لوطنهم هو استعادة كل الكرامة للوطن العربي الذي بات في هذه الأيام مهددا باستقلاله وبحريته. ولذلك نقف بقوة إلى جانب إخوتنا وأشقائنا العراقيين. انتصار ثورة العراقيين هو انتصار للثورة السورية وانتصار لكل ثورات الربيع العربي من أجل استعادة كرامة هذه الأمة. ولذلك نضع كل ما نملك ونقف بكل ما نملك إلى جانب أشقائنا العراقيين ونتمنى لهم النصر. ونحن نعلم أن هذه الطغمة الفاسدة التي تسيطر على العراق منذ عام 2003 إلى الآن لن تسلم بسهولة، ولكن أن إيماننا الكبير بإصرار أخوتنا العراقيين على انتزاع سيادة وطنهم سوف يجبر هذه الطغمة الفاسدة على التسليم بما يريده الشعب لكي يستعيد حقوقه ويستعيد وطنه. نعم أستاذ زياد، ذكرتم أن الشعب السوري يقف مساندا وسندا للشعب العراقي الشقيق لكم بإذن الله. يعني أود السؤال، يعني ما المشتركات التي تجمع بين الشعبين العراقي والسوري في ثورتيهما كي تدفع الشعب السوري لدعم الحراك الشعبي في العراق؟ أولا نحن شعب واحد، فرقتنا حدود مصطنعة خلقتها ساكتين. ثانيا نحن وأخوتنا العراقيين نعاني من ظلم طغمة فاسدة وضعت مقدرات بلدينا تحت خدمة الطاغوت الإيراني، وبالتالي وسلبت حقوق بلدينا ومارست الظلم والاضطهاد بحق شعبينا. ولذلك انتصار الثورة السورية هو انتصار للثورة العراقية وانتصار الثورة العراقية هو انتصار للثورة السورية. ولذلك نحن شعب واحد ونعمل من أجل أن نعود كما كنا عربا ولنا حقوقا يجب أن يعترف بها العالم، ويجب أن نحاول قدر الإمكان أن نطرد من يتدخل بشأننا الداخلي ويحاول أن يستلب خيرات بلادنا ويفقد هذا المواطن كرامته وعزته والتحكم بموارده الاقتصادية. نعم أستاذ زياد، كيف ينظر التجمع للقمع المفرط الذي يتعرض له المتظاهرون في العراق من قبل القوات الحكومية والميليشيات المنتشرة في العراق؟
طبعا بكل تأكيد ما يتعرض له أخوتنا وأشقاؤنا العراقيون تعرض له الشعب السوري منذ 9 سنوات وما زال، ولذلك نحن ندين هذه التصرفات اللا أخلاقية والبعيدة عن شرعة حقوق الإنسان التي تدعي الطغمة الحاكمة في بغداد أنها تعمل بها وتحاول أن تظهر أمام العالم بأنها سلطة ديمقراطية، وبالتالي نحن ندين هذه التصرفات ونقف إلى جانب شعبنا ونشعر بأن ما يقوم به النظام في سوريا والطغمة الحاكمة في بغداد لديهم يعني قواسم مشتركة، وهي قواسم لا يمكن أن نختلف عليها، وهي أنهم أداة في يد الطاغوت الإيراني الذي يحاول التحكم في بلدينا، وبالتالي نحن ضد كل ممارسات القمع ونطالب. نعم سيد زياد، سؤالي الأخير لكم، كيف تنظرون لإمكانية إحداث الانتفاضة في العراق، التغيير المطلوب؟ يعني أنا كما قلت لك أن هنالك إصرار من قبل إخوتنا العراقيين المنتفضين على تحقيق مطالبهم، ولكن يجب علينا أن نؤمن بأن هذه الطغمة التي أتت إلى الحكم عبر الدبابة الأمريكية وعززت سلطاتها الطاغوت الإيراني لا يمكن أن تسلم بسهولة، ولكن إصرار إخوتنا وأشقائنا العراقيين على نيل مطالبهم أعتقد أنه سيحقق مطالبهم. العراق قبل 1 تشرين ليس هو العراق قبل بعد 1 تشرين، ولذلك النصر لإخوتنا وأشقائنا العراقيين، فنصرهم هو نصر للعرب جميعا. نعم أستاذ زياد، الصحفي السوري زياد المنجد، شكرا لانضمامك إلينا.